في الاخر اللي بتقدر تعمله مع رغبه سياسيه حقيقيه انك تقدر في وقت قصير جدا تغير المنظومه تماما، يعني من حاله كرايسيس احنا كنا عايشينها كمواطنين مش بس كدوله بشعه، الكهرباء بتتقطع مش عارفين نوصل لاي حل، بتيجي نستورد عشان مصر بتستورد دلوقتي وبتبتدي تستورد لاول مره ال ان جي، اتقلبت المنظومه تماما. بس عايزه كوردينيشن ورغبه سياسيه حقيقيه. انا اي ثينك ان بالنسبه للبنان ده اللي احنا ان شاء الله نلاقيه، ولما اجي السنه الجايه نلاقيه موجود، ونلاقي ان اول بريمه حفر اتحركت او حفرت او على وشك انها تحفر ان شاء الله في المياه اللبنانيه، دي اول حاجه. وتاني حاجه نتكلم ان شاء الله على الطاقه النظيفه والمتجدده. انا قلت كده السنه فاتت بقولها تاني السنه دي، ده مهم جدا يا دكتور وليد صح؟ خلاص هنتكلم عن السنه الجايه ان شاء الله. شكرا. شكرا سيد محمد على هذه المداخله القيمه كمان التي اختصرها اولا ببدءك بعرض المعضله الاساسيه في عالمنا العربي وبالاخص التي تعاني منها مصر، وهو يعني عدم التكافؤ بين العرض والطلب. فنحن نشهد نموا سكانيا كبيرا لناحيه الطلب على المشتقات النفطيه وعلى الجميع من السلع، ولكن العرض لا يتطور بنفس الطريقه، وهي يعني اصل المشكله الاقتصاديه وهو مشكله الندره. كما انك يعني تكلمت عن بعض الحلول والمبادرات المصريه المقترحه لهذا الامر بالتعاون طبعا مع الشركات الدوليه التي كما علمنا انها يعني مهتمه جدا بهذا الموضوع، علما انه انا شخصيا كنت افضل لو كان رؤساء هؤلاء الشركات يعني عندما ياتون لا يقابلون الرئيس ولكن يقابلون هيئات يعني بتروليه مستقله وشو اسمه وفعاله، ولكن يعني يمكن هيدا سيجنال انه هو مهتم بهذا الموضوع دايركتلي. وايضا تكلمت عن منطقه الشرق الاوسط والمبادرات لربط هذه الاسواق ببعضها بعض. اشكرك على هذه المداخله وانتقل الان الى المتحدث التالي، وهو اذا يعني تسمحون لي باستعبار تعبير نفطي هو بئر من المعرفه والخبره في هذا الموضوع، وهو الدكتور وليد خدوري. عن المستقبل واخترت عدة مواضيع. أولا تطوير الحقول الإسرائيلية، تطوير المياه، ما هي سياستهم في هذا المجال. ثانيا موضوع التصدير إلى أي اتجاهات وما معناه. ثالثا موضوع استغلال الثروة الطبيعية في الأراضي المحتلة. اخترت المواضيع ثلاثة يعني ضمن الوقت اللي عندنا. بالنسبة لتطوير الحقول في إسرائيل، هم بدوا بالأوائل الألفية هذه بعد اكتشافات مصر وبعد اكتشافات غزة، بدوا بالمياه الجنوبية المرادفة للمياه الفلسطينية، لكن ما لقوا شيء. أربع حقول كانت ضحلة لا تكفي لا حتى للاستهلاك المحلي، طبعا لا تكفي للتصدير. فانتقلوا خلال من 2000 الى 2010 الى الشمال الى المياه ما بين قبرص ولبنان. هو 2010 اكتشف ليفاياثن عملاق وقبله تامار، صار عندهم 10 حقول. فركزوا اولا على الحقول العملاقه، تطوير الحقول العملاقه، تركوا الحقول الصغيره بدون اي تطوير بتاتا. ركزوا على تامار وليفاياثن. لماذا؟ اولا لانه مكلفين، يعني كل واحد يعني ليفاياثن حوالي 6 مليار دولار تطويره او اكثر. وبدوا يفكروا شو يعملوا بالداخل. تحويل محطات الكهرباء جميعها ما عدا واحده. السبب صار نقاش كبير انه ما يريدوا كل محطات الكهرباء تبعهم تعتمد على الغاز، خوفا من اي مشكله صناعيه او عسكريه. فتركوا محطه واحده اسمها اشكول للفحم، والبقيه كلها صارت غاز. بعدين بدوا يبنوا خطوط انابيب تربط البلد كلها. واخيرا صاروا يفكروا بموضوع التصدير. بعد ما كملوا القضيه الداخليه صاروا يفكروا بموضوع التصدير. اول كم سنه كل تفكيرهم وكل هاي كان بالتصدير الى اوروبا، اما عبر اليونان او عبر تركيا. يعني المحادثات مع تركيا قديمه ومع اليونان ايضا، وطبعا كله عبر قبرص.
لكن هالمشاريع كلها ماتت أو لم يوقع منها شيء. وكان هناك مشروع لتسهيل الغاز في قبرص، لكن الأزمة المالية في قبرص 2012-2013 قتلت الموضوع. مشروع تسهيل الغاز كلف مليارات الدولارات، وبقت إسرائيل بدون أي تصدير إلى الغرب، تحاول ولكن في الوقت الحاضر ما في تصدير للغرب. فجأة انتقلوا 2015-16 بدوا يفكروا بالدول العربية فجأة، فالأردن، فلسطين، الضفة الغربية في محطة كهرباء جديدة في جنين فعلى أساس تزويدها بالكهرباء بالغاز، ومصر. انتهزوا الفرصة في هذه المناطق في مشاكل بالغاز. الأردن ما عندها طاقة المحلية، فاستفاد من الفرصة. أيضا 2014 بدأت الأزمة الأسعار العالمية، اضطرت الشركات أن تقلص من مصاريفها، ترشيد الإنفاق. وطبعا الأنابيب القصيرة المدى أرخص مما يروح إلى أوروبا، تكلف مليارات الدولارات. ثانيا يريدون حتى يقترضون فلوس من البنوك، يريدون عقود يعني ضمان. كل بنك إذا يعطيك 4 مليار دولار كما حدث الآن يريد عقد بيع. فانتهزت الشركات هذه الفرصة وذهبت إلى مصر والأردن وفلسطين، وقعوا مع الكل أولا مذكرة تفاهم MOU. بالأردن رفضت مذكرة التفاهم، رفضها مجلس النواب ومظاهرات بالشوارع، تغاضوا عنها. رجعوا قبل أسابيع معدودة يعني كم أسبوع، وقعوا اتفاق مع الأردن على 15 سنة بأعتقد 10 مليار دولار إذا مو غلطان، شركة كهرباء الأردن. في عقد ثاني مع الأردن جنوب البحر الميت، أنبوب صغير 6 كيلومترات من المناطق الإسرائيلية إلى محطات البوتاس أعتقد في جنوب الأردن. فهذا ماشي، هذا ما العلاقة. العقد الأخير هو عقد كهرباء، كل كهرباء الأردن الآن سيكون من غاز إسرائيلي لطول هذه الفترة، إلا إذا رفضوا مجلس النواب الآن ما معروف. فاتجهوا إلى الدول العربية. طبعاً في أسباب جيوستراتيجية، والولايات المتحدة دفعت بهذا المشروع، يصير تطبيع مادي، يريدوا تطبيع العلاقات مع الدول المتصالحة معهم. توزيع بيع الغاز إلى الدول هذه هو أم التطبيع. يعني يعني ما بمصر مثلاً رفض الشعب المصري رفض التطبيع، بيع الغاز هو أساس التطبيع. كهربائك وصناعتك تعتمد على الغاز الإسرائيلي، ما في أحسن منها. أمريكا هددت بقطع مساعدات على الأردن إذا لا تقبل بالموضوع هذا، وما شوفي. لكن يبقى المجال لأوروبا، يعني هو الأساس، السوق الأوروبي هو الأهم، رغم أن السوق العربي أقرب وأرخص ومتوفر، يبقى السوق الأوروبي. يعني ما لازم أحد ينسى أن أول بالمستقبل سيذهب الغاز الإسرائيلي لأوروبا، بس أولاً السوق العربي. ثانياً موضوع، عفوا نسيت نقطة، موضوع تطوير الحقول. كما ذكر دكتور ناصر اليوم، إسرائيل قبل كم أسبوع فتحت مجال ل 24 قطعة، مهمة جداً هاي. ليش؟ لأن أولاً مثل ما تعرفون صار مشاكل بين الكونسورتيوم وبين الحكومة الإسرائيلية، بين السلطات الإسرائيلية، فراديو، وصار مشكلة مع الشركات النفط العالمية بطلت تروح إلى إسرائيل، فراديو التف حول الموضوع، ففتحوا 24 قطعة مرة واحدة. مش كل راح يبيعوها مرة واحدة أو يعني واحدة واحدة، بس هاي مهمة ال 24 قطعة، لأنها تقع أولاً حول تمارو حول ليفياثان، يعني مناطق موعودة. وأيضاً وزارة التجارة الإسرائيلية تنبأت أو توقعت أنه سيكون هناك 6 مليار برميل من النفط احتياطي زائداً الغاز. هاي لأول مرة إسرائيل تتكلم عن نفط، إلى الآن ما عندهم نفط، كله غاز. لأول مرة إسرائيل تتكلم عن احتمال النفط، فهي تغيير كله بالسياسة الإسرائيلية. أيضاً شو النقطة أخرى، نتنياهو حارب بكل معنى الكلمة، حارب يعني استلم وزارة الاقتصاد بالوكالة، راح للمحكمة العليا الإسرائيلية حتى يدافع عن حقوق الكونسورتيوم، واجه مشاكل كبيرة بالكنيست وحتى من أعضاء حزبه حتى يمشي المصالح تبع الكونسورتيوم، ليس مصلحة مادية. حين يريد شاف الموضوع تأمين السوق العربي لإسرائيل
وشاف أهمية اهتمام الشركات الدولية بإسرائيل لما تقرب منهم، فدفع بهذا الاتجاه. فموضوع 24 بلوك اللي احنا نسمع عنهم بعد كم شهر مهمة جدا بتغيير السياسة الإسرائيلية. أول مرة الشركات الدولية قاطعت إسرائيل طوال فترة المقاطعة العربية، لم تذهب الشركات. نوبل شركة صغيرة، الشركات الكبيرة مثل شل ومثل إيني ومثل غيره، هاي هذول المهمين. هاي إذا فتح المجال الآن للشركات الدولية الكبرى تدخل إلى إسرائيل، ستغير الوضع في إسرائيل والمنطقة كلها نفطيا، فهي لعبة جديدة. أخيرا في الاستثمار في المناطق المحتلة، بقت إسرائيل من 67 إلى التسعينات لا تستثمر يعني في المناطق المحتلة بالهيدروكربون. شركات صغيرة جدا يعني غير معروفة حاولت ما لم تجد شيئا، لم تكتشف إسرائيل شيئا بالمناطق البرية أبدا إلى الفترة المؤخرة العقد قبل عقدين. بالضفة الغربية مثل قلت الصبح بدأ الإنتاج من رنتيس، يعني حد رام الله، يعني من رام الله تقدر تشوف النار من اللي عم يحرق من حقل المجد اسمه في منطقة رنتيس، بس بمنطقة جيم مش نفس المنطقة تبع رام الله، منطقة جيم. وإسرائيل منع أي استثمار عربي في هذه المناطق أو فلسطيني طبعا. فالإنتاج صغير 800 ألف برميل باليوم، لفلسطين مهم 800 ألف برميل في اليوم. الشركة الإسرائيلية هي اللي تتسوق. بالضفة الغربية توسعوا أكثر، بالعفوا بالجولان، نص الجولان امتيازات للشركات الإسرائيلية صار نفطية، نفط صخري، ومنطقة مزرعة رياح ويند فارم. الشركة تبع الفحم الحجري لمن يرأسها واحد جنرال كان وزير، لما بدأت تشتغل لاقت معارضة من المجتمع المدني بإسرائيل على أساس النفط الصخري يلوث الماء مع الكيميائيات وينزل إلى أحواض المياه بالبطن، فصار معارضة جدا. راحت هي بشعارات شعبوية أن راح نطلع نفط كافي للاستهلاك الإسرائيلي لسنوات، على يعني 270 ألف برميل باليوم، يعني إسرائيل بعد ما تحتاج تستورد نفط. طلع كله كلام فارغ، كل اللي ينتجوا الآن 2% من حاجة إسرائيل، بس ماشيين بالحفر، ومزرعة الرياح الطاقة الرياح مشيت كمان. فهاي معناها بالنسبة للجولان الله أعلم كيف راح ترجع إذا رجعت، يعني شركة كهرباء وشركة طاقة رياح، شركة نفط وشركة طاقة رياح في الجولان. وبالضفة الغربية دي يتوسعون يم حد القدس كمان في شركة تستثمر الآن. أنا أعتقد هاي المجالات راح تتوسع بها إسرائيل، أولاً دول عربية تصدير، ثانياً أوروبا، ثالثاً موضوع استقطاب الشركات العالمية إلى إسرائيل، وهذا ما كان موجود بتاتاً سابقاً، وهذا ستخلق مشكلة للدول العربية إذا تريد تستمر بالقانون المقاطعة. إذا يعني مثلاً خد دولة مثل لبنان، خلينا إذا راحت شل هناك، إذا راحت شل إلى إسرائيل، إيش راح تسوي بلبنان؟ لبنان أكو قانون المقاطعة ينفذ، ماذا ستعمل لبنان؟ ستقاطع شركات النفط وهي تريد تفتح؟ الاستثمار في المناطق المحتلة راح يتوسع، خاصة الفحم الحجري، إن النفط الحجري هو متوسع في الأردن، وأعتقد راح يتوسع الآن في الأراضي المحتلة أيضا. هاي فكرة صغيرة وسريعة. شكرا دكتور وليد، يعني خير الكلام وقل ودل. نفهم من حديثك أنه إسرائيل التي تسرق النفط العربي سوف تعود لتبيعه إلى العرب، وتتحول بذلك من نقطة استعمار سياسي وأمني ومياهي فيها نقول إلى نقطة استعمار اقتصادي نفطي في المنطقة. المتحدث الأخير سيدة رندا حيدر، أنت من أهل البيت، بدنا نمون عليك بعشر دقايق ترابت أب 12 دقيقة سلاح. يعني أنا بعرف أنه المتحدث الأخير هو ثقيل الظل،
لذلك سوف أختصر بعشر دقائق هذه الورقة التي أعدتها في الأساس الزميلة يولا البطل المختصة في مجال الاقتصاد، والتي أنا تطرقت وساهمت ببعض جوانبها. الغرض أو الهدف من هذه الورقة إلقاء الضوء على الجدل الداخلي داخل إسرائيل بشأن كيفية التوصل إلى إطار ناظم لسياسة الغاز في إسرائيل. وأيضاً هناك هدف أساسي آخر هو تعرف على هذا النموذج، يعني كيف حلت إسرائيل مشكلاتها وكيف استطاعت أن تتوصل إلى ما أطلقت عليه اسم اتفاق تسوية الغاز، أو هذه الآلية لإدارة عائدات الثور الغازية في إسرائيل. بداية، شهدت إسرائيل جدل كبير في السنوات الأخيرة بشأن موضوع الغاز، تدخلت فيه أغراض سياسية شعبوية، مصالح اقتصادية، ودارت مواجهة شرسة بين مؤسسات القضائية في إسرائيل التي هي مؤسسات فاعلة، لا سيما محكمة العدل العليا في إسرائيل، وبين الشركات الاحتكارية التي دافعت عن حقوقها الاستثمارية. وكانت الحكومة الإسرائيلية وجدت نفسها متنازعة بين هذين القطبين اللذين كانا يتصارعان على الحقوق. بالطبع الصدام بين هاتين الجهتين، يعني بين الفئات أو الهيئات الرقابية الإسرائيلية التي تعتبر نفسها هي المدافعة عن حقوق المواطن الإسرائيلي في ثروته الطبيعية، وبين الشركات المنقبة والمستثمرة، هذا الصراع أظهر أشياء كثيرة في الحقيقة. من بينها أن إسرائيل على الرغم من كل يعني تنظيماتها ما زالت كانت تفتقر إلى رؤية، يعني بمعنى آخر لم تكن إسرائيل مستعدة فعلاً على صعيد إداري وتنظيمي لمواجهة هذا الملف. لكن قبل التطرق للحديث عن موضوع عائدات الغاز في إسرائيل، إسرائيل ليست دولة عادية، لا تتعامل مع موضوع الغاز كموضوع عادي مثل سائر الدول. تعتبر أن الغاز أو أن هذه الثروة موضوعة في خدمة مشروعها الصهيوني بالدرجة الأولى، وهي تهدف إلى تعزيز مكانتها كدولة تمثل كدولة يهودية بحسب الرؤية اليمينية. وهناك أيضاً هذه الثروة الاقتصادية أو هذه والغاز هو من أجل تحقيق استراتيجية أساسية هي الهيمنة الاقتصادية والسياسية على دول المنطقة، وتمتين علاقاتها مع الدول التي لديها معاهدات سلام، لا سيما مع الأردن ومصر ومع دول الجوار مثل تركيا، قبرص واليونان. إلى جانب ذلك، تعتبر إسرائيل أن أمن منشآت الغاز الطبيعي في البحر له أهمية أساسية وأولوية من أولويات الأمن القومي. يعني نتنياهو دائماً عندما يشتد الخلاف بين الشركات وبين الهيئات السياسية والرقابية في إسرائيل يرفع فزاعة اسمها الأمن القومي، يعني يجب ألا يتطور الخلاف إلى درجة يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يتمثل بضرورة استغلال هذه الثروات الطبيعية من أجل تحقيق الاستراتيجية الإسرائيلية أو الأهداف الخطة الأساسية. كما قلنا أنه على الرغم من كل هذه الأهمية التي تعطيها إسرائيل لموضوع الغاز، افتقرت السياسة الإسرائيلية بشكل عام إلى رؤية شاملة، إلى تنسيق بين الهيئات المعنية، وعرف أداؤها عيوباً كثيرة سوف نتطرق إليها. كان هناك ثلاثة أمور أساسية بعدما أدركت إسرائيل في العام 2010 أنها أصبحت في نظر خبرائها دولة مصدرة للغاز الطبيعي. هناك ثلاثة أمور أو ثلاثة قضايا يجب معالجتها بشكل سريع وملح. الموضوع الأول، وضع سياسة ضريبية محدثة وملائمة. الموضوع الثاني، تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي وتلك المخصصة للتصدير. والموضوع الثالث، تنظيم العلاقة بين الدولة وبين الشركات المستثمرة. باختصار، في سنة 2010 بدأ العمل، تألفت لجنة شكلها وزير المال برئاسة سميت لجنة شيشانسكي، وهو من الأشخاص المعروفين في الإدارة المالية. كان مهمتها هذه اللجنة وضع سياسة ضريبية، وكما قال الأستاذ وسام الذهبي في مداخلاته أن إسرائيل حاولت
أن هذه اللجنة كانت مهمة، مهمتها إحداث أن إيجاد نظام ضريبي، لأنه يبدو أنه النظام القديم يعود إلى سنة 1952، وبالتالي قامت بعدد من التغييرات والإصلاحات، وجاءت توصياتها على الشكل التالي: إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت موجودة سابقاً، استبدال ضريبة الشركات بضريبة تصاعدية كما قال الأستاذ ذهبي على الأرباح الزائدة تتراوح بين 20% و60%، ولكن بعد في التقرير النهائي أوصت اللجنة أيضاً بإخضاع عائدات الغاز لضريبة تصاعدية تبلغ كحد أدنى 20% وحد أقصى 50% بعد ما كانت 60%، يعني تراجعت. يعني بنلاحظ دائماً أنه اللجان المختصة تقدم توصياتها، لكن هذه التوصيات ترفض من جانب الشركات المستثمرة، فتضطر اللجان المختصة أيضاً إلى تقديم تنزلات لاستقضاء هذه الشركات. التقرير حاول يبرر هذه الإجراءات، فقال أن حصة جمهور المواطنين في دولة إسرائيل من أرباح النفط والغاز الإجمالي هو 30%، وهي الأدنى في العالم، وأن هذه الأملاك، أملاك الغاز والنفط، هي أملاك عامة، وإذا لم يحصل المواطنين على تعويض لائق عن بيع موارد الغاز فكأنه يقوم بتبديد موارده هباء. في الحقيقة بعد سنة تماماً، وبعد ما تم الاتفاق على القانون الضرائبي، وضعت ألف وزير المال لجنة ثانية، يعني في سنة 2011 سميت هي برئاسة مدير عام وزارة الطاقة والبنى التحتية، سميت لجنة سامح. اللجنة كانت مهمتها أولاً تقدير الكميات الإنتاج المؤكد من الغاز في إسرائيل، تحديد كميات المخصصة للاستهلاك المحلي والكميات المخصصة للتصدير، وهون دارت